السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارحب فيكم في برنامجنا كوفي كورنر اليوم ضيفتنا كوتش معروفه باحد النوادي وانا من زمان كنت اتمنى اني انا اخذ احد الكوتشز الكويتيات اللي دخلوا مجال التدريب ووصلوا اللي هم وصلوا فيه ما شاء الله صيت ورياضه نرحب بكوتش مريم القلف آه راح في طبعاً طبعا برنامجنا كافي كورنر احنا دائما احنا آه آه نتطلع على خلينا نقول الجانب اللي هو شلون انا وصلت المرحله انا فيها يعني انا بدايتك انت شو اللي وصلتك انت خلاك انت كوتش آه الامانه انا يعني لو مثلا ارد يعني بحياتي قبل كم سنه يعني قبل خلينا نقول خمس سنين ما كنت مهتمة كلش بمجال الرياضة وكنت يعني لما بروح يعني اروح اللي هو بوهب شهر وخلاص يعني اطلع أكثر مثل باقي البنات تقريبا <applause> بس اللي صار انه قبل ثلاث سنين رفيشتي قالت لي تعالي دش النادي كتغيير روتين تعرف بعد كورونا والناس كانت يعني محتاجة خصوصا امور النوادي يعني اخذتني معاها النادي دخلت معاها كان كلاس كان اول مره بحياتي ادش كلاس وقروب وبنات وكذي وهذا أه للامانه شدتني يعني كان كلاس كارديو أه خلت يعني خلتني ان اتحمس ان انطر هو كان الكلاس كان كل احد وأربع حلو. كنت انطر احد وأربع عشان بس اروح النادي شفت على الكلاس بس اي بعدين شجعت زياده ان قمت اروح يعني اروح باقي الايام اروح اجرب الكلاس الثانيه يمكن كان في كلاس يعني ثاني يعجبني وكذي فعرفت انا شنو اهتماماتي كملت بهالمجال آه شافتني بعدين الله يذكرها بالخير آه كوتش روان كوتش روان العنزي قالت لي كملي بهالمجال آه كملت و سبحان الله صرت يعني 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 كنت مؤهله اني اصير مدربه حلو وساعدتني هي وكملت معاها وهذا هذا اللي صار يعني ممتاز الحين احنا انا سؤالي انت يوم دخلتي النادي ليش كوتش؟ يعني انت كنت قصدك انك مثلا توزني وزن ولا بس هو اللاك اوف اني بروح النادي اتمرن ولا يعني يعني ما شاء الله يلوك فت فم يعني شنو كان الهدف اني حق رحت النادي يعني؟ هو صراحه للامانه كان شيء تنزيل وزن حلو كان وزني يعني انا شوي عالي ونزلته بعدين الحين صار لايف ستايل صار انا ابي اكمل فيه عشان يعني صحتي وكممارسه وروتين واساسا يعني واحد تدري انه لما يروح النادي يطلع الطاقه اللي فيه يعني يطلع يطلع مستانس وسعيد وشي فهذا اللي صار الحين بالنسبه لي الحين صار روتين ممتاز روتين ولا هو لايف ستايل لايف ستايل لايف ستايل تمام الحين احنا انا انا الحين يعني سؤالي كان يعني احنا ما نبي نقول كم كان وزنك وشنو كان وزنك بس يعني هل انتي نزلتي وايد بهالفتره هذه يعني هي وقبل كوتش يعني بخلال التمارين هذه يعني هو ما بيقول الرقم لا لا تقول الرقم المشكله لا تقول الرقم <applause> بس اي نزلت يعني فتره قياسيه اي آه الرقم كبير يعني زين مع المع... مع مثلا خلينا نقول اكل مراعاه آه اكل ولا بس تمرين ولا بس هذا هو طبعا هو الاكل 90% انا يعني عندي هو اللي هو اللي عدل لي أيه بالضبط. كل شيء التمارين اي اوكي صح هو كارديو كل شيء وحديد وهالامور هذه تساعد بس هو الاساس الاكل الاكل اذا تعدل كل شيء ممتاز انا دائما اقول حق الناس اللي تمرن عندنا يعني أكل 60 70% اتس يور فود يعني اكلك هو ال 60 70% صح والباجي المدرب اللي داخل النادي زين يعني الحين فجاه انا الحين قمت من النوم اقول انا بصير مدرب لا والله ما كنت حاطه ببالي كلش سبحان الله هو البنات شجعوني حلو وهي الكوتش نفسها شجعتني شافت فيك انت يمكن فرق بين البنات اي فالحمد لله يعني من صدق اختبرت نفسي وخذيت الشهاده يعني خذ انا الحين ماخذه شهادتين ممتاز فلما خذيتهم يعني بلا ولما قمت اعطي كلاسات يعني قاعدة اشوف البنات يعني ما يشجعوني زياده ما اشوفهم هم مستانسين وقاعد يعني يفرحون بالكلاس وقاعد اشوفهم قاعد ينجزون فيه هذا شيء يشجعني هو, <لك بأه> هو سبحان الله, الله رده فعل الاودينس الناس اللي قاعد قدامك عارفين اذا انا قاعد اسوي صح ولا انا قاعد اخبص صح لانه في وايد مدربين سبحان الله يعني هو أه... أه... روحه حلوه بس داخل الصاله قاعد يخبص صح صح, <تصح> <تصح> وفي ناس لا ان انا قاعد ادرب بس الناس قاعد تستفيد مني صح صح فزين الدوره هذه طبعا آه... انت اخذتيها بالكويت عند سيرتفايد انستراكتورز يعني مع مدربين ولا انت رحتي لها برا شو كانت شلون شلون تسرتيفاي انك انت تدربين طبعا احنا لما نذكر لعبة اللي هي البودي كومبات اي اي نعم انا اول شيء خذيت السترونج <applause> نيشن <applause> آه خذيتها مو مو هني بالكويت رحت تركيا كان في لايف كلاس يعني حلو آه مدته كان يومين حضرته وكان سهل بس انه كانوا يعدلون على التكنيك والحركات وكذي وهذا وعلى طول اعطونا شهاده. حلو. البودي كومبات خذيتها شهر ثلاثه اللي آه، هذه كانت اصعب هي كانت أونلاين كورس. آه، كان فيها لازم تسجيل فيديو، كان لازم معي اودينس، كان لازم م -م -م. تأتي... لازم يشوفون برفورمس ماش مع الطلاب. لازم زاويه معينه التصوير لازم تكون ويعني في وايد امور يعني صارت فيها بس الحمد لله يعني خذيتها. ممتاز. أه. أه. الحين سؤال هل هل الشيء هذا يعني سوالش تغيير بحاجة يمكن انت الحين الحين انت مو رايحه كتلميذ رايح الصاله انت يو as از انستركتور ايه. يعني معناته ان في ناس آه... دي فولو يو تلحقك وتسوي كل شيء انت تسويه طبعا قبل لا اجاوبين على السؤال هذا ايش معنى البادي كومبات يعني انا البادي كومبات طالع من التايبو اه... <applause> 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 لأن الشركة لا. ما تذكر هالشيء أي بالضبط لأن التايبو أساسا أول ما بلش فيه اللي هو الورد شامبيون في كيك بوكسينج اللي هو بيلي بلانكس آه هذا طبعا باك ان ذا 90s او حتى 90s بعد يمكن ليت 80s فبيلي طيب بلانكس طلع شيء اسمه اللي هو التايبو آه اللي هو طبعا اللي يجمع ما بين التاي بوكسينج والكارديو فسووا المجموعه هاي يسمونها التايبو اللي هي بيست اون كيك بوكسينج <applause> اعتقد معلومه هم ما تعرفينها صح؟ اي صح <applause> <applause> فعقبها طبعا الناس قامت مثلا يصير مور ستايلز اللي هو هذا الكيك بوكسينج والبادي كومبات والسوالف هذه ليش اخترتي هذه؟ لأن مع انه ترى شيء عنيف تعتبر يعني اي هو هي لان الرياضه هي يعني مو مثل الكيك بوكسينج انت لما تروح يعني مثلا بوكسينج باج وشيء <applause> لا هي هي رياضة هوائية مستوحاة من فنون قتالية عموما فنون قتالية كلها يعني فيها تايكوندو فيها كيك بوكسينج فيها كاراتيه فيها حتى الطعام شفتها اي استغربت شفت اي فهي يعني انا يعني انا فضلتها يعني انا جربت وايد كلاسات جربت الزومبا جربت السبيننج جربت وايد امور جربت بس يعني انا مثل وايد بنات لما دشوا الكلاس عجبهم حبيته هو اللي يعني اللي انا حسيت ان انا اقدر عادي ان شاء الله لو العب ساعتين كاملين فيه ممتاز كارديو عادي صح صح أه هو ف... اقبال منها اقبال على اللعبه هذه من البنات عندكم بالنادي لا لا هو مو على البنات اهم شيء ان انا يعني احبها عشان انا لما احبها واعطيها بالضبط البنات راح يحبونها مو هذا هذا صح انت انستراكتور اذا انت مو حابش قاعد تسوي يعني انت راح يعني تسوي الامور مثل باجي الناس وكانوا والله الناس يحبوني زين هل انت تدرب صح؟ خلي يحبونك إلا لان انا ما مثلا ما اقدر اعطي مثلا زومبا وانا مو شاطره فيها او انه ما يعني ما افضلها حقي. في ناس يفضلونها فيعرفون يدربون فيها، انا لا يعني ما مو صوبي، لان حتى سترونج نيشن عندي هم هي فيها فنون قتاليه بس اخف من البادي كومبات. هذه 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 كلام مش مهتمه كوتش راح نتطرق عليها بعدين بس انا ابي يعني انت اوكي ك ك ك كجيم بنات مثل في الستابس في مثل ما قلت الزومبا تفضلتي البادي ال ال بامب البيلاتيس ال ال هذا يعني اي ثينك يعني انت يعني يو هاف اللوك انك انت يو دو اني ثينك يعني كل هذول تقدر تسويهم انت عند يعني هذا اللي انا قاعد قاعد اتخيل انا يعني انت ليش اخترت الكيت بوكسنج؟ لان انت تحبيتي تقريبا يعني تقريبا إيه؟ انا ان شاء الله بعد يعني ناويه في شهادات وايد انا حاطه بالي باخذها وعلى قولتهم هذا شوي شوي البيبي ستبس يعني توني انا يعني بلشت كمدربه يعني شيء جديد هذا بالنسبه لي آه لما شوي شوي اشوف الاقبال يعني زاد معاي البنات انه قاموا يزيدوا معي كذي وحاطه بالي في وايد امور يعني بسويها ان شاء الله كل التوفيق كوتش كل التوفيق صراحه تسلم. كلام وايد حلو ودنا احنا نطول معاك <تص> بس ان شاء الله جمهورنا استفادوا من كلام كوتش مريم القلاف واحنا نرحب فيك مره ثانيه ببرنامجنا وان شاء الله نشوفكم بالحلقه الجايه مع برنامجكم كوفي كورنر